ايوه يا دكتور. شايفينه؟ طيب تمام. طيب يا شباب، انا هبتدي. انا بس عايزه حد يبتدي يعمل ريكورد. فمحمد بتعمل ريكورد ولا ايه الاخبار عشان تنزل بقى بالفجر. ريكورد؟ طيب تمام. طيب يا شباب، احنا النهارده هنتكلم على الديسيجن سبورت سيستمز عامه. كنا بدانا خدنا عنها جزء صغير كده في اول محاضره خالص. النهارده بعد ما خلصنا جزء محترم كده في الاوبريشنز ريسيرش، هنرجع تاني تو ريكاب و راب اب على الديسيجن سيستمز، ديسيجن سبورت سيستمز. فهو just an introduction about decision support systems، وهنختم المحاضرة بعلاقة ال decision support systems وال operations research، وهيبقى فيها جزء طبعا تحديدا خاص بالموديلنج والحاجات اللي قعدنا نعمل لها موديلنج ونحل في المودلز دي كلها. تمام. اول حاجة، بس دي الحاجات اللي انا جبت منها السلايدز. المحاضرة دي كلها محتاجين تذاكروها فقط من السلايدز، يعني resources دي كلها انا بنيت بيها السلايدز بتاعت المحاضرة. واللي فيكو انترستد عايز يعرف معلومات اكتر عن الحاجات اللي انا هقولها النهارده في السلايدز، هيلاقيها في الريسورسز دي. لو عايزين تذاكروا بس عشان الامتحان هيبقى السلايدز كافيه، انما طبعا as usual يعني it is highly recommended انك تقرا زياده. فلو عايز تقرا زياده related للحاجات اللي انا هشرحها النهارده هتكلم فيها النهارده، هي دي الريسورسز اللي فيها كل التفاصيل اللي انا جبت منها السلايدز. اوكي طيب، نبتدي اول حاجه خالص. What is DSS؟ What is decision support system؟ يعني ايه decision support systems؟ جنرالي كده لو كلمت معايا حد هتلاقيه الايديا العامه عن decision support systems ان هم عباره عن specific class of computerized information systems. فهم information systems عاديه جدا بس specific class. ليه بقى specific class؟ لانه اهم target بيعمله هو انه بيسبورت الديسيجن ميكنج اكتيفيتيز بتاعت البيزنسز اند اورجانيزيشنال اند اورجانيزيشن عامه. فانت اي بزنس او اورجانيزيشن عايز يعمل ديسيجن ميكنج اكتيفيتيز بيحتاج ديسيجن سبورت سيستمز. بارت اوف ات زي ما هنشوف في اخر المحاضره كده النهارده ان شاء الله، الحاجات اللي احنا قاعدين ندرسها طول السنه. في حاجات تانية طبعا اكتر من كده، بس بارت اوف الديسيجن سبورت سيستمز هو الحاجات اللي احنا قعدنا نتكلم فيها الترم ده من اوله. اوكي طيب، اهم حاجه عشان يبقى الديسيجن سبورت سيستم ده نقدر نقول عليه ديزايند ويل او بروبرلي ديزايند، هو ان هو يبقى انتر اكتيف ويكون مبني على سوفت وير كويس. فهو بيبقى انتر اكتيف سوفت وير بيزد سيستم، الهدف الرئيسي منه ان هو تو هيلب ديسيجن ميكرز تو كومبايل يوسفول انفورميشن فروم رو داتا. فانت بقى عندك رو داتا كتيره قوي ومش عارف تعمل منها ايه، فبيبقى تاخد الرو داتا دي مع الدوكيمنت البيرسونال نوليدج اللي موجوده عندك في دوكيمنتس او بزنس مودلز، عشان تعرف في الاخر بالديسيجن سبورت سيستم اللي مليان رو داتا ودوكيمنتس ونوليدج وحاجات كده تو هيلب يو سولف بروبلمز اند ميك ديسيجنز. فهو ده الاساس التارجت الرئيسي بتاع اي ديسيجن سبورت سيستم، ان هو يبقى سوفت وير موجود فيه رو داتا والدوكيومنتس بيرسونال نوليدج او بزنس مودلز، ويبقى انتراكتيف تعرف تاخد وتدي كده معاه از هيومن بينج، عشان في الاخر تقدر توصل ل ايدنتيفيكيشن اند سولوشن تو بروبلمز اند هانس ميك ديسيجنز. اوكي طيب، ايه الفرق بينها وبين الام اي اس او المانجمنت انفورميشن سيستم كومبوننتس؟ الكي ديفرنس ما بينهم هو ان الديسيجن سبورت سيستمز بيتبني اساسا عشان يبقى عامل انتراكشن مع الهيومن مايند. اوكي فاساسا هو بياخد الهيومن مايند انتو كونسيدريشن، وبيعمل فيري هاي ديجري اوف هيومن كمبيوتر انتراكشن عشان تقدر از هيومن بينج تتعامل معاه، وفي الاخر تقدر از مانجر او از ان اند يوزر ان انت تقدر تعمل كنترول اوفر الكمبيوتر تاسكس والاوتكمز بتاعتهم تو هيلب يو ان ميكينج ديسيجن. فجزء الانتراكشن ما بين what's inside ال decision support system وال human being دي من المميزات الرئيسية جدا في أي decision support system. فهو mainly it's an interactive system providing the users with easy access to decision models and data for supporting semi-structured and unstructured decision making tasks. الحاجة الأساسية اللي بتساعدنا بيها الديسيجن سبورت سيستمز هو ان انا بيبقى عندي فكره في دماغي او مشكله في دماغي وما هياش فيري ويل ستراكشرد، بنسميها سيمي ستراكشرد او ان ستراكشرد. انا عارف ان في مشكله وعارف ان المشكله دي بتدور حوالين الحاجه المعينه، بس مش قادر ابنيها ان فيري ويل ستراكشرد فورمات. فالديسيجن سبورت سيستم بتبقى دي شغلته، ان هو يعمل انتر اكشن
ما بيني از هيومن بينج وما بين السوفت وير الموجود معاه، وانا في دماغي حاجه ما هياش كومبليتلي ستراكشرد او ويل اورجانيزد، فبعمل انتراكشن مع الديسيجن سبورت سيستم، ففي الاخر بياخد السيمي ستراكشرد او الانستراكشرد بروبلم اللي عندي دي مع الانفورميشن اللي عنده، وفي الاخر بيسبورت مي اند هيلب مي ان ميكينج ديسيجنز. تمام. فمن اهم الكاركترستكس هو ان هو tends to be aimed at less well at less very well structured unspecified problems. عاده الابر مانجمنت بيبقى عندهم المشكله دي، انه عارف ان عنده مشكله والمشكله دي بتدور حوالين المنطقه الفلانيه الحته الفلانيه، انا عارف اني عندي مشكله هنا شكلها كده مشكله في الاتش ار مثلا، بس ما هياش very well structured. فاعمل ايه؟ المفروض ان الديسيجن سبورت سيستم ده مبني to help me with this. Okay. It attempts to combine the use of models أو analytical techniques زي اللي احنا درسناها أغلب السنة مع ده طبعاً simulation مش analytical and retrieval functions. فهو بي retrieve الداتا وبيعمل accessing للداتا عشان في الآخر يكمباين the use of models أو analytical techniques. أهم focus بيفوكس عليه هو the features which make them easy to use by non-computer people in an interactive mode. يعني وانت بتبني decision support system لازم تبقى عامل حسابك إنه هو software بيتعامل مع ناس ما هماش متخصصين في الكمبيوتر، ما هماش خريجين حاسبات زيكم. فانت لما بتبني decision support system لازم تبقى عامل حسابك ان الاند يوزر بتاعك مانجر، مش شرط يكون دارس كمبيوتر، فلازم تعمله له ان interactive way يخلي الانترفيس ما بينه وما بين decision support system بتاعك easy to use easy to understand. بيركز قوي على flexibility adaptability to accommodate changes in the environment. فكل ما يحصل حاجة بتتغير هو يبقى قادر على إنه يتغير معاها و to adapt ويبقى flexible enough إن هو يتغير عشان يقدر to help you make the good decisions بنفس الطريقة although the environment اللي حواليك اتغيرت. Okay. ف the usually decision support systems usually gather data, analyze and shape data وبعدين try to make sound decision أو construct strategies from the analysis. هو بيجمع الداتا وبعدين بيبقى interactive مع المانجر ومنها يقدر يطلع ب reasonable sound decisions أو منها يقدر يطلع ب strategies from different analysis. تمام. فك decision support systems بيبقى متواجد منها أنواع مختلفة وكل نوع مناسب لي what we want from the decision support system. فالfive main types of decision support systems اللي هنتكلم عليها النهاردة هما الكوميونيكيشن دريفن والداتا دريفن والدوكيمنت دريفن والنوليدج دريفن والموديل دريفن. يمكن اكتر حاجه اشتغلنا عليها احنا السنه دي في الترم ده كانت الموديل دريفن، بس في اذر ديفرنت تايبس اوف ديسيجن سبورت سيستمز، وهنتكلم النهارده دلوقتي على كل واحد من الخمسه دول بريفلي كده. طيب اول نوع اللي هو communications driven decision support systems. يعني ايه communication driven؟ يعني معتمد على ان في communication ما بين ناس وبعض. فال communication driven decision support systems ده mainly targets ان انت بيبقى عندك more than one person بيشتغلوا مع بعض على shared task، زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده، احنا ناس كتير اهو وبنشتغل مع بعض على shared task. actually اللي احنا بنعمله دلوقتي ده الميتنج اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي ده is one of the types of communication driven support systems. بيبقى في many collaborators بيشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا ب series of decisions to set in motion a solution or strategy. يعني مجموعة من الناس بيشتغلوا مع بعض as a team وقاعدين بيتناقشوا وعايزين يطلعوا حلول لمشاكل معينة او عايزين يرسموا خطة او strategy معينة. غالبا لما بيبقى عندنا communications driven support systems بتبقى targeted at internal teams. يعني internal teams يعني الناس اللي بتشتغل في نفس المؤسسة مع بعض، او الناس اللي بتشتغل في المؤسسة دي ممكن يبقى في بعض الشركاء ما بينهم. فدايما communication driven دي بتبقى ما بين مجموعة ناس related لنفس المكان او نفس الانفايرمنت بتاعة الشغل مع بعض. أكتر تكنولوجيز بتستعمل بديسيجن سبورت سيستمز، أكتر تكنولوجيز that deploy decision support systems هو الويب أو client servers. In general شغل الجروب وير، البولتن بوردز، أوديو كونفرنسز اللي احنا عاملينها أو فيديو كونفرنسز اللي احنا عاملينها،
دي اهم التكنولوجيز اللي بنستعملها فور كوميونيكيشن دريفن سبورت سيستم. طبعا بعد الكورونا الموضوع ده انتشر جدا اكتر من قبل كده بكتير قوي، ان اغلب الناس بقت قاعده مع بعض في جروب ويرز وبولتد بوردز وفيديو اند اوديو كونفرنسز. The other type of decision support system هو ال data driven decision support systems. ده بيبقى الامفسس الاساسي بتاعه، التركيز الرئيسي بتاعه على ال collected data and then manipulating ال connected data دي to fit in the decision maker's needs. اوكي، فال data can be internal عندنا هو نفس المكان اللي احنا بنشتغل فيه، او external ممكن تبقى جاية لنا من بره، وممكن تبقى in a different variety of formats، تلاقي formats مختلفة ليها. التايب بتاع data driven decision support systems ده بيأكد على accessing and manipulating internal data and sometimes external data، ومن أكتر الفاكتورز اللي بتخليه powerful decision support system data driven decision support systems إنه يبقى real time. يعني إيه real time data؟ ريال تايم داتا يعني الحاجة اللي عمالة تحصل كل شوية وبتتغير، ومع ذلك أنا عمالة لحقها كل شوية، تحصل حاجة جديدة تغير لي في شكل الداتا اللي موجودة، ومع ذلك أنا عمالة لحقها، باخد الداتا الجديدة اللي اتغيرت اللي جات لي جديدة وابني عليها قرارات جديدة حسب الوضع المتغير، أصبح إيه كل نص ساعة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، حسب التايم فريم اللي احنا شغالين فيه. فريل تايم داتا دي بتخلي الداتا دريفن ديسيجن سبورت سيستمز دي باورفول جدا، مفيده جدا، لان كل ما الدنيا بتتغير كل ما قراراتي بتتغير اكوردنجلي. طبعا حته ان انا كل ما بغير كل ما الدنيا بتتغير، القرارات بتتغير وعندي داتا والداتا دي على طول بتتغير واكسس وباخد بناء عليها قرارات، فبيبقى التارجت جروب اللي بيهتم بالموضوع ده قوي هم الناس اللي بتاخد ديسيجنز على مستوى عالي شوية أو على مستوى كبير في الorganization، زي المانجرز، زي السبلايرز، زي الناس اللي بتشتغل في حتة معينة ليها say ومحتاجة تاخد قرارات سريعة ومتغيرة حسب تغيرات الانفايرمنت اللي حواليها. أكتر حاجة بنستعملها يمكن تدرستوا شوية في الحاجات دي في الاي اس، في يعني في الكورسز اللي جاية من شغل الاي اس، ان احنا بنعمل query على database. يبقى عندي database أو data warehouse وبعد اعمل كويريز عليها فيطلع لي المعلومات الموجوده او المطلوبه عشان يجاوب على اسئله محدده، to give me specific answers for specific purposes، فاجابات محدده لاغراض محدده، فالموضوع بيبقى specified جدا. من اكتر الحاجات اللي بتشتغل في الداتا دريفن ديسيجن سبورت سيستمز او هاو از ات ديبلويد، ات از مينلي ديبلويد ثرو مين فريم سيستمز، كلاينت سيرفرز، او الويبس، او الويب اللي هي الانترنت. تالت نوع اللي هو document driven decision support systems، اللي هو معتمد اساسا على ان احنا عندنا certain documents. فالdocument driven decision support systems دي very common، اغلب الناس بتستعملها ان انت بتاخد قرارات او بتبني decision support systems based على ان انت عندك certain documents targeting a broad base of user groups. يعني هتلاقي عدد كبير جدا من الناس ب different backgrounds، ب different targets، بيحاولوا دايما to access document driven decision support systems وبيحاولوا يبقوا interactive معها. الهدف الرئيسي من ال document driven decision support systems هو ان انت تدور mainly اكتر حتى بتدور فيها هي ال web pages، وتلاقي documents specific to set of keywords او search terms. يعني اللي انت بتعمله على جوجل مثلا انك تروح كاتب كلمة معينة keyword او term معين جملة على بعضها كده وتقول له سيرش، جوجل بيطلع لك حاجات كتيره من ضمنها documents، من ضمنها PDFs، word files، excel sheets and so on. دي كلها بنسميها document driven decision support systems. اكيد بتستعمل الكمبيوتر ستورج اند بروسيسنج تكنولوجيز عشان يدي لك document retrieval and analysis. فالسيرش انجنز عامه لما تكون بتدور على documents معينه keywords او search terms دي بتعتبر document driven decision support systems. هتلاقي بقى جميع انواع الدوكيومنتس اللي ممكن تتخيلها، هتلاقي تاكس دوكيومنتس، هتلاقي اكسل شيتس اللي هي سبريد شيتس او حاجات تانية غير الاكسل، هتلاقي داتابيز ريكوردز، هتلاقي حاجات كتير قوي تطلع لك عشان to come up with decisions و to manipulate the information to refine strategies. فانت لما تبقى عايز تاخد معلومات او حاجات معينه في اتجاه قرار معين وبتدور، عاده هتلاقي على النت certain documents، فدي بنسميها نوع من أنواع ال document driven decision support systems.
اكتر حاجه بنستعملها عشان نبني decision support systems بالطريقه دي هو ان احنا ندور على الويب، ندور على الانترنت، او نستعمل client service system بالداتابيزز اللي عنده. النوع الرابع تقريبا I guess من ال decision support systems هو ال model driven decision support systems. دي بتبقى إلى حد كبير بقى decision support systems بنستعملها to make decisions related to complex systems زي اللي احنا قعدنا ندرسها بطول السنة. يعني مثلا الجزئية اللي احنا عملناها بتاعة ان انت تبني mathematical model linear mathematical model في ال product mix problem ده يعتبر نوع من انواع decision support systems. Actually انت مش بتبني الموديل وتسكت، انت بتبني الموديل وتحله. وكيف انت لما بتبني الموديل وتحله بتطلع decision variables بقيم معينه فبتديها لل decision maker to see if it's appropriate to make the decision with. فلما بتعمل model driven decision support systems ده عاده بيبقى built for complex systems مليان variables مليان parameters مليان constraints و objective functions مليان حتى models عادية خالص بس انت بتحلها. المهم ان الموضوع بيحتاج يعني بيبقى complex system محتاج تعمله representation by a certain model. وطبعا كل models اللي احنا بنتكلم عليها في الكورس هنا هي mathematical models mainly. Okay. It helps you analyze decisions أو choose between different options زي ما عملنا في product mix problem كده، وزي ما عملته بقى في مسائل تانية كتيرة غير product mix problems. بتحتاج أساساً يبقى ليك access لي financial مثلاً models, optimization, simulation models وهكذا. فأنت لازم تعمل certain models mainly بتبقى mathematical ومنها بعد كده بتحل. Any sort of quantitative model starting from the most elementary level of functionality زي كده ما خدنا في ال profit model اللي هو simply بتقول ال profit equal revenue minus cost ده still quantitative model. quantitative لأنه معتمد على الأرقام quantities فبنسميه quantitative model mathematical model. بيبتدي من ال very basic elementary functionality بتاعت just the profit model moving towards product mix problem اللي احنا خدناها و going to لحد ما انتوا خدتوا مثلا transportation وال assignment problems وال assignment models وال network models والحاجات التانية كتيرة اللي انتوا خدتوها ال forecasting models وهكذا. فكل دي models بنسميها model driven decision support systems. الهدف منها انها تدينا decision support ببناء models معينة وحلها. اغلب الناس اللي بتستعمل الحاجات دي هم المانجرز staff members of a business او الناس that interact with an organization. كل واحد حسب دوره فين وهو محتاج انهي معلومه بياخد الموديل اللي هو عايزه. وزي ما اتفقنا بما ان هو decision support system مبني quantitatively for solving problems of complex systems عاده هتحتاج a software والسوفت وير هيعوز هارد وير. انت لازم to deploy decision support systems that are model driven لازم يبقى عندك سوفت وير، لازم يبقى عندك هاردوير عشان يشغل السوفت وير. ممكن يبقى عندك ستاند الون بي سيز او لابتوبس او كلاينت سيرفر سيستمز او حاجات على الويب. في حاجات لما تكبروا شويه في سنه ثالثه هتلاقوا نفسكم بتعملوا مودلز وبتحلوها على حاجات كلاود. فممكن في الاخر at the end يعني تلاقي نفسك بتبني المودل والمودل ده بتحله على كلاود يطلع لك الحل بعد كده. وي دو ذات او يبقى عندك السوفت وير اوريدي موجود يا student version يا version ببلاش، يا اما تحطه على الويب ببلاش، يا اما تحطه على الويب بفلوس عشان يبقى الحاجات مثلا secure او whatsoever. المهم ان انت لازم هيبقى عندك يا اما software والhardware اللي هيشغله على PCs، يا اما client server systems، يا اما هتحط تشتغل على شغل cloud وتحط على الويب والويب تحل وتطلع لك والcloud تطلع لك الحل بعد. طيب لما بنيجي نعمل اي decision support system there has to be stages. فالdecision support system بيمر بيه 3 مراحل 3 stages هنتكلم عليهم briefly دلوقتي. اول stage اللي هي supporting to assist the manager in problem exploration and definition. بيبقى دايما زي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا يعني او اكتر حاجه بتميز decision support systems اللي هي interactive software مع human being ان هي targeted at solving not very well structured problems. فدي بتبقى مشكلة دايما عندنا ان احنا عارفين ان في مشكلة وقادرين يعني بالشبه كده نرسمها في دماغنا بس مش عارفين بالضبط نعمل لها well structuring. فالفيرست stage of the support system هو of the decision support system هو to support in assisting the problem the manager in
problem exploration and definition. Not very well structured ده نعمله exploration كده عشان نقدر نعمله very good definition. تمام؟ طيب عرفنا نعمل very good definition. تاني حاجة، تاني stage، لازم نشوف ال alternative solutions، فنعرض ال alternative solutions بعد ما قدرنا ن identify ال unstructured solution. تالت stage بقى هو ان انت تختار a certain strategy او plan، اللي هو making the decision في الاخر، او supporting the decision ب several better alternatives، او تقول له والله based على ال criteria اللي انت اديتها لنا دي كلها يبقى this is the best option so far. طيب احنا اتكلمنا جنرالي دلوقتي على الديسيجن سبورت سيستمز، وعرفنا عامه كده الديسيجن سبورت سيستمز دي بتتكون من ايه وايه انواعها واهم حاجه بتميزها ايه عن ان هي تبقى جاست سمبل مانجمنت انفورميشن سيستم. ايه علاقه ده بقى باللي احنا قعدنا ندرسه طول السنه في الاوبريشنز ريسيرش؟ ممكن تلاقي الكلام ده موجود فين؟ احنا اوريدي خدنا سيفرال اكزامبلز ثرو اوت السمستر، زي الـ optimization of product mix problems، زي الـ transportation problems، زي الـ network problems، زي انتوا خدتوا بقى حاجات تانية في الـ capital charge مثلا، اعتقد ان انتوا خدتوا حاجات في الـ integer programming مع دكتور هيام، خدتوا more extended models زي مثلا الـ advertising models وهكذا. كل ده في الاخر بيبني models عشان يبقى عندك decision support system based على الـ type of modeling اوكي اللي احنا خدناه، أو modeling and simulation. حتى simulation لما أنا في المحاضرة بتاعت simulation تلكو it's not an optimization, it's rather a decision support tool. Okay, it's another tool simulation. ممكن نلاقي applications دي فين غير بقى الحاجات اللي احنا درسناها throughout the term؟ كل دي applications، بس ممكن نلاقي applications تانية زيادة، for example في الفيلد بتاع الـ human resource management. ففي الـ human resource management كان في تواجد كبير للـ operations research. For example in managing the human resource constraints، ان انا يبقى عندي مثلا ما اقدرش اشغل عامل اكتر من 8 ساعات او 10 ساعات، لو شركه طيران ما تقدرش تطير الطيار بتاعها اكتر من 12 ساعه مثلا، ما ينفعش يبقى طاير يوم بالليل وتاني يوم ما ينامش، فلازم يبقى عنده عدد ساعات وهكذا. فبيبقى المانجمنت اوف هيومن ريسورسز بال constraints بتاعه decision support systems بتبقى كتيره. ممكن تبقى allocation of duties to the right person زي ما انتوا خدتوا في الassignment problem، ان انا اشغل مين فين. الجوب مانجمنت والscheduling دي حاجات بتبقى related دايما، اعمل ايه امتى عشان اضمن the best schedule. Decision making for employees، يشتغلوا فين، كم ساعة، مرتبات قد ايه عشان الoutput بتاعهم يبقى ايه، دي كلها بتبقى decision support systems. Managing the performance بتاع المكان اللي احنا فيه، أداء المكان نفسه، الـ performance management بتاعه بيمشي ازاي. وseveral other dimensions for human resource management، for example goal programming. انتوا لسه ما خدتوش goal programming في الكورس ده، بس probably اللي هيدخل عندنا القسم هياخد what is known as goal programming، another sort of mathematical modeling، بس معتمد على ان بيبقى فيه شوية flexibility وبنسمح شوية بالـ violation of the constraints to a certain extent. ده كله بيتطبق في الـ human resource management عشان to help in decision support. Another field برضو بيتطبق في الـ decision support systems مع الـ operations research هو الـ marketing. فكتير من الـ marketing operations بيبقى ليها contribution في الـ decision support systems والـ operations research مع بعض. For example market segmentation. يعني إيه market segmentation؟ يعني أنا أقسم الـ market بتاعي into مجموعات، مجموعة customers مثلا، مجموعة ألف customers، مجموعة ب، وألف دول ليهم طلبات وب ليهم طلبات، فنمانج دم إزاي ونعمل لهم pricing strategies إزاي. Evaluation and selection of suppliers، ساعات كتيرة جدا بيبقى عندنا موردين عددهم كبير قوي في نفس المكان نفس الحتة، يبقى عندي suppliers كتير، موردين كتير، أختار أني واحد فيهم لأنهي أيام لأنهي products. ده كله بيبقى معتمد على decision support systems و operations research. أهم حاجة أي بيزنس بيشتغل فيها وعنده clients إنه لازم يتأكد إن الـ customer satisfaction at a certain level ما بيقلش عنه، otherwise الـ unsatisfied customers هيمشوا. فـ how to increase أو enhance الـ customer satisfaction دي حاجة بنعملها برضو بالـ operations research مع الـ decision support systems and tools. Selection of methods to market، أعتقد خدتوا دي مع دكتورة هيام في الـ extended models. لو أنا عندي مثلا راديو، عندي تلفزيون، وعندي ويب سايتس، وعندي اقدر اطلع اعلانات على حاجات زي يوتيوب، اختار مين امتى بيزد على اكتر مشاهدات versus الكوست اللي هدفعه، مين اهم.
وطبعا كله معتمد على البادجت اللي معايا، سيلكشن اوف ميديا، سيلكشن اوف برودكت فيتشرز تو هايلايت، ايه اهم حاجه بالنسبه للناس هتفرق معاهم عشان تبقى هي دي الفيتشرز اللي احطها في البرودكت عشان اضمن مستوى عالي من المبيعات. برودكت ديفلوبمنت اند اتريبيوشن تو نيو برودكتس، دي حاجه هناخدها بقى في سنه ثالثه في كورس الاوبريشنز مانجمنت ان شاء الله، انا بدرسها ازاي تعمل ديفلوبمنت للبرودكت، الديسيجنز اللي محتاج تاخدها ولو عايز تعمل نيو برودكتس او عايز تو انهانس اكزيستنج برودكتس. اوبتيمال ماركتنج ميكس، اللي هو ازاي اعمل ماركتنج لحاجات معينه بميكستشر اوف ديفرنت تولز. سبلاي تشين اوبتمايزيشن، ده حدث بقى ولا حرج، ده كورس كامل متكامل ناس كتيره بتدرسه بس اسمه كده سبلاي تشين مانجمنت اند اوبتمايزيشن، ازاي تبتدي من اول السبلاير لحد المحلات اللي بتبيع مرورا في النص بالمصانع اللي بتصنع والاماكن التخزين وهكذا. انفنتوري مانجمنت، اشيل قد ايه عندي في المخزن عشان في الاخر ما بقاش بشيل زياده عن اللزوم واقعد ادفع عليهم فلوس ودفعتهم مقدم، او اشيل قليل الناس تبقى ليها طلبات ما تلاقيهاش. كل ده بنعمله بديسيجن سبورت سيستمز مع اوبريشنز ريسيرش. ريتيرن اون ماركتنج انفستمنتس اند بيست سيلكشن اوف ستراتيجيز، كل ماركتنج بدفع فيه فلوس هيرجع لي بقى عائد قد ايه، وبالتالي كل ماركتنج استراتيجي ليها ميزاتها وعيوبها، فانا بيست على الديسيجن سبورت تول اللي بستعمله هيقول لي مين انسب من مين بحيث ادفع فلوس وير it's worth what it's gonna give me the best selection the best marketing investments and so on. طبعا الابلكيشنز كتيره جدا، احنا خدنا منها شويه throughout the course وخدنا اتنين اهو دلوقتي معانا في الكلاس بتاع دلوقتي. كلها ابلكيشنز كتيره والابلكيشنز ار endless، يعني بيختاروا كتير جدا وما بنبقاش عارفين، يعني ما بنقدرش نحصرهم من كتر ما هم كتير. بس الديسيجن سبورت سيستمز دلوقتي بقت دايما موجوده ودايما بتبقى متاحه بديفرنت بقى كابابيلتيز بامكانيات، وكل ما الامكانيات زادت والفلكسبيليتي زادت كل ما هنحتاج يا اما كلاود اقوى عشان يشغل الديسيجن سبورت سيستم، يا اما هنحتاج سوفت وير وهاردوير اقوى عشان يشغلهم، بس كله متاح وكله حسب البادجت المتاحه بيبقى الديجري اوف وات وي كول سوفيستيكيشن، هاو يعني يقدر يحل مسائل معقده تو وات اكستنت. اوكي، فذاتس ات يا شباب، ده كل اللي كنت عايزاكم تعرفوه النهارده عن الانترودكشن تو ديسيجن سبورت سيستمز. الموضوع ستريت فورورد ونظري جدا ويعني لوجيكال جدا اكتر منه اي حاجه تانية. والريليشن شيب مع الاوبريشنز ريسيرش واضحه ثرو تو اكزامبلز، واضحه ثرو الحاجات اللي قلناها مع اللي درسناها طول السنه. فده كده اخر توبيك كنت عايزاكم تعرفوه السنه دي، انا كده خلصت تماما. وبس كده اشوفكم بقى ان شاء الله يوم الامتحان يا شباب ان شاء الله. غالبا احنا مش هنحتاج اي سكشن للجزئيه بتاعه الديسيجن سبورت سيستمز ولا السيميليشن، وير فاين باللي احنا اخدناه في المحاضره ومش هنحتاج ناخد سكشن عادي. اوكي يا شباب، فانا كده خلصت، فيا ريت بس وقف الريكوردنج لان في ناس عندها اسئله، فبس اللي عنده اسئله مش محتاج يبقى ريكوردد عشان ما نطولش الريكوردنج.